اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع فريق الشباب ابطال منطقه القاهره. وبنرحب في البدايه بسيف الدين وآل السعيد. اهلا بك يا سيف. اهلا بحضرتك. في البدايه احب اقول ان انا مبسوط جدا انا مع حضرتك وان فعلا اي حد يتشرف ان هو يكون بيطلع مع حضرتك وان يكون في قناه النادي الاهلي شرف كبير قوي يعني. حبيبي تنور وتشرف، وده مكانك وده بيتك، والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. بنرحب بيوسف عبده نجم الفريق. اهلا بيك يا يوسف. اهلا بحضرتك يا كوتش، عامل ايه؟ مبروك وشرفتونا. الله يبارك في حضرتك. يمكن اجي لك يا يوسف في البدايه، يمكن كان البطوله صعبه، ما كانتش سهله. يعني انتوا لعبتوا، يمكن زي ما قال قبل كده دودو ونور، قالوا ان المباريات كانت تدريجيه شويه بس دخلنا في الفاينلز. عايز اعرف اهم التعليمات اللي كان بيديها لكم كابتن ماجد يمكن قبل كل مباراه. اول حاجه ان كان بيقول لنا ان الاهلي بما حضر، يعني ما نخافش، يعني نبقى جاهزين على طول. كان بيقول اللي في الملعب زي اللي بره الملعب، ان احنا نبقى مع يعني فرقه واحده، اللي يلعب زي اللي ما لعبش. أيوة. المهم ان احنا نكسب. اللي احنا نكسب، ودي حقيقه. ما حدش الصراحه اثر في النقطه دي، كله كان بيفكر في الفريق قبل ما يفكر في شايف نفسه. الصور الحقيقه كله كان بينفعل مع الكور وبتاع. طيب حقيقة. هو يمكن قال لكم الاهلي بمن حضر عشان كان في مجموعه مع الدرجه الاولى، صح؟ حقيقه. وفي لعيبه كانت مسافره بره برضه، وكان في لعيبه مصابه. ما كنتوش يعني ما لعبتوش ماتش كامل انتوا؟ ما احنا عمرنا ما كنا كاملين يعتبر، يعني يمكن ماتش الشمس بس اللي لعبتوا كاملين. لعبنا كاملين. ايوه. كان في اصابات برضه. طب من وجهه نظرك يا يوسف اصعب ماتش كان ايه؟ كان ماتش الشمس اللي هو قبل الفيصل اللي احنا خسرناه. لان احنا كنا مفكرين ان احنا كسبانين قبل ما نخش الماتش، وطول الجيم كنا مفكرين ان احنا كده هنكسب، فما كناش مفكرين ان احنا هنعوض في نص الجيم، ففضلوا كسبانين لغايه اخر الجيم. كان ماتش صعب، وكمان كان غير متوقع، وكان ممكن يعمل لكم احباط، لانه يمكن اللي ظبط الكفه شويه مدينه نصر كسب الشمس، بس برضه كان لازم انتوا تكسبوا الشمس ماتش تاني. حقيقي. لازم. طب سيف اجي لك، يمكن انت مبني النادي الاهلي يا سيف. بالظبط. انا فعلا النادي الاهلي بدات من وانا صغير اكاديميه بالتدرج الطبيعي، ناشئين 12 سنه، ميني ميكرو 12 سنه، 14 سنه. 14 سنه بقى رحت سنه اعاره. رحت نادي الاتصالات، بس كانت ساعتها يعني حصل مشكله، رحت نادي الصيد ساعتها. السنه دي لعبتها في نادي يعني الصيد. يعني بدات الاول حاولت تروح الاتصالات. بالظبط. وبعد كده رحت نادي الصيد. بالظبط. وبعد كده كملت السنه دي، كانت لعبتها في نادي الصيد، وبعد كده رجعت تاني. لعبت السنه دي كويس. لعبنا ماتش قدام الاهلي، لعبت كويس، وكنت مادي في السنه دي بشكل كويس. ف كابتن احمد الجرحي طبعا كان طلب يعني ان انا ارجع الفرقه، والحمد لله كانت سنه خدنا فيها الثلاث بطولات، مرتبط ومنطقه وجمهوريه، وكانت سنه من احسن السنين بصراحه اللي لعبناها، كانت سنه جميله جدا يعني. طب قول لي يا سيف، يمكن على مدار الوقت اللي انت قضيته في النادي الاهلي، يعني يمكن انت لعبت مثلا قول 10 سنين، مين المدربين اللي حسيت ان هم اثروا فيك؟ طبعا كل المدربين الاحتراف فيهم. طبعًا اكيد، وكلهم ادوا لك طبعا حاجه، بس بيبقى في مدرب بيبقى يعني لاتش معاك العمر كله. اقدر اقول هم في يعني طبعا كل المدربين اثروا معايا، واخدت منهم حاجه، استفدت منهم اكيد، بس اقدر اقول ان يمكن اكتر اتنين اثروا معايا وانا صغير في الاول لما خلصت اكاديميه وطلعت الفرقه، كان في كابتن ياسر غريب. كان فعلا هو كان اداني الاساسيات، كان شغال على الاساسيات بشكل كبير قوي، لان احنا في السن ده كمان بنحتاج الاساسيات اكتر من اي حاجه ثانيه. البول هاندلنج طبعا، ازاي نعمل دريبل، ازاي نباصي، ازاي الحاجات دي كلها هو اداها لنا بكثافه، وفعلا فرقت معايا وخلتني واقف على رجلي، وخلتني اقدر ان انا ابني عليها. كابتن احمد الجرحي طبعا هو السبب ان انا كنت ارجع النادي تاني. حط ثقته فيا، والحمد لله ساعتها يعني على قد ما اقدر اتمنى ان انا كنت قد الثقه دي، والحمد لله في السنه دي حققنا 3 بطولات. فدول اكتر 2 مدربين يعني بالنسبه لي اثروا معايا. طب قول لي يمكن يا سيف، انت شايف ايه المهاره اللي اللعيب، انا سالت دودو وسالت نور برضو، ايه المهاره اللي في الباسكت انت شايفها لو في اللعيب يعني تاكله عيش زي ما بيقولوا؟ لو في اللعيب تاكله عيش، القلب بالنسبه لي. القلب رقم واحد، الروح. لان هو دلوقتي ممكن يكون لعيب شوتر، ممكن يكون لعيب بول هاندلنج بتاعه عالي، ممكن يكون عنده كل حاجه في الدنيا، لكن لو ما عندوش القلب مش هيقدر ان هو يوظف الحاجات دي صح، ومش هيقدر ان هو يطلع كل البوتنشال بتاعه في اللعب. يعني في الاخر هو ممكن يبقى لعيب احسن لعيب في الدنيا، بس لو ما عندوش الروح وما عندوش المينتاليتي اللي تخليه يقدر يوظف الكلام ده صح، وان هو يقدر يطلع كل عنده في كل ماتش وما يبخلش بمجهود ابدا،
ويقدر يعمل كل ده هيبقى كونسيستنت وهيقدر ان هو يعني يوصل يبقى سوبر ستار. وكمان الديفنس مهم قوي بالنسبه لي لان هو الروح مرتبط بالديفنس لان هو في لعيبه كتير قوي ممكن يبقى اوفنسيفلي جامد قوي بس هو مش بيقوم بدوره في الديفنس فده ممكن يبقى بيخسر الفرقه اكتر ما يكسبها. صح برافو عليك برافو عليك كلام صح ومنطقي. الروح والديفنس هم اساس كره السله. وخليني اسالك برضو يا يوسف نفس السؤال ايه المهاره اللي انت شايفها مهمه جدا؟ انا بقول الديفنس الصراحه. الديفنس لان مش كل لعيب بيعرف يدافع. ممكن اللعيب ممكن تعلمه ان هو ازاي يشوط ان هو ازاي يعمل بنتريشن وازاي يعدي بس الديفنس مش اي لعيب بيعرف يدافع صح مش اي لعيب بيعرف يلم ريباوند وهو العامل الاساسي في المكسب الصراحه. طب قول لي يا يوسف انت 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 في فتره طلعتها يعني انت ولاد ابن نادي الاهلي بس في فتره طلعتها اعاره بره. أيوه. فين كانت فين يا يوسف؟ طلعت الجيش. طلعت النادي طلعت الجيش. لعبت فيه كام سنه؟ لعبت فيه 4 سنين. 4 سنين ورجعت السنه دي النادي الاهلي. طب مين اللي قال لك ارجع؟ كابتن ماجد. كابتن ماجد هو اللي طلبك وقال لك ارجع. طب كنت فرحان لما طلبت وترجع تاني للنادي الاهلي؟ الصراحه حسيت ان انا رجعت بيتي تاني فعلا. تحب تلعب انت في النادي الاهلي؟ ايوه طبعا. انتوا الاثنين مواليد 2003 صح؟ ايوه صح. طيب يعني عندكم استعداد تخشوا بقى الدرجه الاولى وتشوفوا بقى تقتحموا هذا العالم في دوري الممتاز ولا لا؟ طبعا والله يعني الفرصه لسه موجوده طالما السيزون ما خلصش. صح برافو عليك. بس اثبت نفسي ممكن العب الدرجه الاولى. ايوه ما كانش يبقى انا عندي الدوري الممتاز العب في اي فرقه. وبالمناسبه انا طالع اعاره من نادي الجيش يعني. يعني طالع اعاره يعني انت راجع نادي الجيش تاني. يعني ممكن تلعب مع نادي الجيش في الثمانيه الكبر مع كابتن اشرف توفيق. ان شاء الله ممكن. أيوة. طب سيف نفس الكلام يعني؟ نفس الكلام طبعا. انا بالنسبه لي يعني فرصه ان انا العب فيرست تيم في النادي الاهلي موجوده بس في الاخر انا يعني انا مؤرق جدا ان انا السنه دي اخلص ما وفقش او ان انا يعني تبقى التيم مكتمل فوق فهطلع العب اعاره بره هلعب هحاول اثبت نفسي اشتغل على نفسي على قد ما اقدر ممكن ارجع النادي الاهلي تاني ممكن ارجع العب في فرقه من الثمانيه الكبار هيبقى ده التارجت يعني بس يعني هبقى تركيزي اكتر حاجه ان انا اطور نفسي يعني هيبقى التركيز كله ان انا اطور نفسي مش هبقى مركز قوي انا يعني هلعب في الاهلي السنه دي السنه الجايه رايح فين جاي منين لا انا هبقى مركز على قد ما اقدر ان انا اطور من نفسي بحيث ان انا ايا كان المكان اللي انا اروحه اكون جاهز يعني لما فرصه تيجي اكون جاهز. طب انت في كليه يا سيف مش كده؟ انا في كليه هندسه جامعه القاهره. ليه يا ابني عملت نفسك؟ على فكره الهندسه القاهره زي بس صعبه يعني انت محتاج شغل جامد. هي صعبه جدا بصراحه هو فكره التوفيق ما بينهم هي حاجه يعني هو في العادي التوفيق ما بين دراسه ورياضه صعب جدا. انت هندسه القاهره بقى والنادي الاهلي باسكت. طب انت كنت ناشونال ولا امريكان ولا اي جي؟ لا انا كنت اي جي. كنت كمان كنت اي جي. طلعت من اي جي على السكه الصعبه. انت شاطر في الدراسه. بحاول يعني. طب وعارف توفق ما بين هندسه وما بين اللعب؟ هو طبعا هتضحي بحاجات كتير قوي يعني حتى هتضحي يعني طبعا انت الحاجات هتضحي بيها طبعا اي رفاهيه هتضحي بيها يعني الخروجات هتضحي وقت مع اصحابك هتضحي هتضحي حتى بوقت مع عيلتك يعني انا في الوقت مع عيلتي ما بقعدش مع عيلتي كتير لان انا الموضوع بيبقى هو مقتصر على التمرين والدراسه انا رايح من الجامعه راجع من الجامعه على التمرين او راجع ورايا مذاكره حتى الوقت الفاضي بحاول ان انا اتمرن عشان احسن من نفسي في اللعب فالموضوع في الرفاهيه مش عندك لا ما فيش حتى النوم يعني بالنسبه لنا قليل ما دي الضريبه يا باشا يوسف نفس الكلام يوسف انت في جامعه مش كده؟ سنه كام يا يوسف؟ سنه ثانيه بتدرس ميجور ايه مش يعني لو جامعه خاصه مش هدول اسمها بس بتدرس ميجور ايه سياحه وفنادق سياحه وفنادق طب تعبان في الدراسه ولا الدنيا ماشيه كويس هو انا حاطط مجهود في الباسكت في الدراسه قادر توفق بس قادر بس الفكره ان انا بضحي طبعا بحاجات كتير بذاكر في المواصلات وطبعا عشان نتحسن في الاثنين فانا في الباسكت مثلا ببقى مخلص جامعه برجع النادي اشوط بستنى التمرين بعد كده ايه اتمرن في الوقت الفاضي بقى بين التمرين والشوتنج اللي انا شوطه بذاكر. حياه جميله جدا وحياه لازم في الاخر هتكون مطلعه يعني شاب سوي رياضي ممتاز وطبعا زي ما قلت لحضراتكم بدايه الحلقه كان من احد اهم القرارات اللي خدها مجلس اداره السنه دي من وجهه نظري الشخصيه تعيين الرباعي. الرباعي اللي اتعين في قطاع الناشئين واللي كان ليه دور كبير جدا في الطفره اللي حصلت سواء مستر دانيك رئيس القطاع مودي الجرحي. مدير اداره القطاع كله ماسك الاداريات وكمان فنيات متداخل لان هو طبعا كابتن الفريق الدرجه الاولى وعندك الجمال كابتن ابراهيم الجمال وكابتن كريم ضيف ولازم طبعا ما يبقاش معانا الحلقه دي الا ما يكون معانا كابتن مودي الجرحي مدير اداري فرق الناشئين بالكامل اهلا بيك يا كابتن مودي. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ اخبارك ايه وحشني ومبروك على الانجاز الكبير ده يا كابتن مودي. حضرتك كابتن هيثم مبروك لينا كلنا والله حضرتك عارف يعني احنا يمكن اول مره بقى نخش في الموضوع الاداري وفنيا في اول السنه فالموضوع كان جديد علينا بس احنا كان حتى كلامي كله مع كريم والجمال وكوتش داني ان احنا عايزين
نعمل تغيير يعني في العقليات وفي كل حاجه. لان النادي الاهلي هو كده الحمد لله، احنا طول عمر النادي الاهلي مش عارف هو بيكسب. هو السنه دي المعمول يعني حاجه جديده اللي هي صحيح كل حاجه يعني صحيح في البنات او في الاولاد صحيح. يعني يمكن انجاز كبير. واللي عايز اقوله كمان يا مودي، الطفره اللي بانت على طول بامانه هي الروح. انت من اول ما جيت زي ما كنت روحك عاليه جدا في الدرجه الاولى، اشتغلت انت وكباتن مصري سواء كريم ضيف او الجمال على الروح على الالتزام، وده كان واضح من اول يوم توليت المسؤوليه يا كابتن مولي. ما بالظبط يا كابتن حضرتك عارف ان الروح دي اهم من الفنيات على فكره. يعني انت ممكن تبقى فنيا كويس والروح هي اللي بتكسب. صحيح. فاحنا حتى في القريبين من اللعيبه كلها، وفي منهم اللي اتمرن معانا على فكره كتير في تحت 20 سنه وال 18 والكلام ده كله، فاحنا قريبين من اللعيبه. يعني انت بتتعامل مع اخواتك الصغيرين. صحيح. عامل انت بقى انت مدير الجهاز ولا انت مساعد؟ طبعا مش الكلام ده خالص، بتتعامل كاخواتك الصغيرين وبتقول لهم يا جماعه احنا لازم نكسب، ان انت لازم تدخل تزرع جواهم الحته دي، ان انت النادي الاهلي هو يعني عظمه النادي الاهلي في الحته دي، ان انت تزرع جوه الناس ان انت تكسب من وانت او بتلعب. بص ايه لازم تكسب. صحيح. طب انت كابتن مودي، الجمهوريه يعني انت 16 سنه حسمت البطوله من قبل ما تخلص النهارده. حلو. امبارح لعبوا ماتش وكسبوه حسموا البطوله، يعني كده كده 16 خلاص كسبانه بفرض بغض النظر عن مباراه بكره ان شاء الله مع نادي الشمس. طيب النهارده احنا الانجاز الكبير ده انا ما افتكرش انه اتحقق قبل كده يا كابتن. والله خالص، انا بقالي في النادي 30 سنه مش فاكر ان احنا خلنا كل البطولات دي في سنه واحده حتى وانا. صحيح. مش فاكر ان دي حصلت بصراحه قبل كده والله. يعني مع بس الحمد لله، يعني على فكره هي دي برضه هتعمل مسؤوليه ثانيه ان انت الناس هتبقى. ايوه صح صح. وخلي بالك المنافسه في الجمهوريه غير، المنافسه بتبقى اكبر. اه طبعا مع فرقه اسكندريه كمان معانا. وكمان بس انا عايز اقول حاجه والله على فرقه 20 سنه دي، عشان انا اتعاملت معاهم كلهم الفترات الاخيره ورحت معاهم الماتشات وكنا واقفين في العروب، ان هي الفرقه دي فرقه يعني عيال كلها رجاله من الاخر. دي ناس كلها رجاله، واللي بيلعب ما بيلعبش مش فارق معاه، المهم يكسبوا. في ناس منهم من اللي قاعدين عند حضرتك النهارده ما شاركوش في اوقات كتير، عدد الدقايق مش كتير، بس لو تشوفهم على البنش بره وتشوف روحهم. عايز اقول لك ان الفرقه دي كانت يعني احنا كنا خلاص بونت لينا وتو شوت للشمس. صحيح. لو النيات من جوه ما كانتش صافيه وحد فيهم كان متضايق وحد فيهم كده كانوا هيجي نخسر عادي كده بالظبط ونخسر. صح. عشان العيال دي كلها رجاله ويوم هيستاهلوا ان هم فيه. فربنا كرم عشان هو الناس كانت صافيه والحمد لله ضيع الاثنين وكسبنا. فانا بقول لك انا بشكرهم عشان هم كلهم بصراحه اللي لعبوا واللي ما لعبش كلهم كانوا رجاله جدا جدا. كابتن مودي بجد انت يعني كلامك ده جه في الصميم والله العظيم. انت بتفكرني ايام ما كنا بنلعب مع بعض وكنت دايما بتتك على الروح ونسلك النيه عشان ربنا يكرمنا. بالظبط كده، دي اهم حاجه. كابتن حضرتك عارف حضرتك كبير وعارف ان الروح انا بشوف ان الروح دي اهم فنيات. لو انت عندك لو انت احسن لعيب في العالم وعندكش روح عمرك ما تبقى كويس. صحيح يا كابتن مودي. بامانه انا سعيد جدا بمداخلتك دي، وان شاء الله هنرتب يعني باذن الله وقت في هنا في الاستوديو تنوروني، عشان التجربه دي الحقيقه تجربه تحتاج الدراسه، لان وجود قامات كبيره زيك وزي كريم وزي ابراهيم مع الاحتفاظ بالالقاب نجوم مصر كلها في القطاع الناشئين تجربه يعني الحقيقه عليها مجلس اداره وقطاع النشاط الرياضي طبعا برئاسه الكابتن خالد العوضي. طبعا طبعا. وبرضه عايز اقول حاجه في الصعب بنات برضه، في كابتن مصطفى النمر مع كابتن تاني يعني ان شاء الله باذن الله فاضل لها بطوله 16 سنه بنات. يعني لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسبها يبقى كده كسبنا كل القطاع في البنات. يعني انا لسه البنات ما رحتلهاش عشان لسه في ماتشات، بس احنا ان شاء الله فاضل لنا يعني ايفنت واحد نكسبه يبقى احتكرنا البنات كمان. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله نكسبهم باذن الله يا كابتن مودي، ونحتفل احتفال كبير هنا ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا كابتن مودي الجرحي، نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير اداري قطاع الناشئين والناشئات. بشكرك شكرا جزيلا. يعني سيف كلام واضح ونغمه واحده بتتكلموها، الروح والاداء ولازم نبقى رجاله في الملعب. يعني بيتهيألي وجود مودي ووجود الجمال ووجود ابراهيم ضيف ومستر داري اكيد ضاف لكم اسلام. طبعا هم طبعا من ناحيه الباسكت الناحيه التكنيكال هم حاجه يعني زي ما حضرتك قلت هم كانوا من نجوم مصر، بالاضافه للكوتش داني طبعا حاجه في الباسكت تكنيكال وايز يعني زودنا جامد، بيشتغل انديفيدوال كتير هو مع اللعيبه اللي محتاج حاجه او الحاجه اللي ناقصاها. مثلا انت بتشوت بشكل معين محتاج تظبط الستايل بيقول لك، لو في حاجه ناقصاك عامه في اللعب هو شايفها بيقول لك. كابتن مودي طبعا وكابتن ابراهيم وكابتن كريم ضيف برضو بيساعدونا في من ناحية التكنيكال في الباسكت لو في حد ناقصه حاجه. وكمان الاهم كمان ان هم الروح، هم دايما بيكلمونا في حته ان دايما احنا مركزين على المكسب. هي مش فارقه انت لعبت او ما لعبتش، هي في الاخر احنا بنلعب بتيم واحد في الاخر. طب قول لي يا سيف، انت والدك كان بيلعب باسكت؟ كان بيلعب باسكت. طيب وهو اللي نصايحه ليك ايه؟ كان بيقول لك ايه في الملعب؟ ايه نصايح والدك؟ هو انا اصلا بلعب باسكت بسببه، وانا لو في اي حاجه عملتها فهي بسببه في الاخر، لان هو اللي علمني، هو اللي دخلني في اللعبه، وهو الاول يعني هو الاساس. انا من غيره ما كنتش هقدر ان انا العب اصلا، ولا كنت هقدر اجي النادي الاهلي.
فنصايحه ليا دايما بيبقى ان انا ابقى العب بروح على قد ما اقدر والعب بقلب، مركز في الحاجات اللي انا ما اقدرش اكونترولت يعني من الاخر مثلا انا نزلت ان كان الوقت اللي انا لعبته مثلا، فانا هطلع كل اللي عندي فيه، العب بروح على قد ما اقدر، اجري، لان يعني انا طبعا بلعب شوتينج جارد، فجزء من مهاراتي ان انا اكون بجري كويس على الفاست بريك وان انا بكون بشوط. فهو كان طب انت يعني وجه رساله برضو لاسرتك اللي تعبت معاك تقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني مهما عملت مش هقدر طبعا اوفي المجهود اللي هم عملوه معايا يعني من كل حاجه بصراحه، يعني هم موفرين لي طبعا، انا ببقى في ايام مثلا امتحانات، ايام ماتشات، ايام الضغط ببقى عصبي، هم بيستحملوني، بيوفروا لي المناخ اللي انا اقدر ان انا فيه اوفق بين الاثنين، لان هي بتبقى محتاجه الاسره تبقى كلها واقفه، لان الموضوع مش سهل. من صح، محتاج دعم من كل الاسره. نفس برضو الكلام يا يوسف، انت تحب تقول لاسرتك ايه؟ يعني هل والدك كان بيلعب باسكت برضو؟ لا، ما كانش بيلعب باسكت. حد من العيله كان بيلعب؟ لا، بس هو كان بيحب الباسكت، بيحب عشان كده دخلك. وانا الصراحه يعني هو يعني شافني كويس في الباسكت فقال يلا. انت ما شاء الله طويل كمان. وصراحه يعني بحب اشكر بابا وماما جدا، لان من غيرهم انا كنت ولا حاجه، يعني انا من غيرهم ما كنتش هبقى حاجه في الباسكت دي، ما كنتش هبقى هنا، ما كنتش هبقى في الجيش، ما كنتش هبقى هنا في الاول تاني قبل ما اروح الجيش. بيدعموك بشكل كبير. مش بيدعموني؟ بجد والله انا مش عارف يعني انا لا طبعا طبعا الاسره والاب والام دول ليهم دور كبير، مش عارف اعبر قد ايه انا عاوز اشكرهم. طبعا طبعا، واكيد ده يعني حاجه جميله ان تبقى انت حاسس بفضل الاب والام عليك. طب يعني خلينا نقول انه اكيد في نصايح كان باباك بيقولها لك. طب ما كان بيحب كره السله. ايه اللي كان دايما يقوله لك؟ كان بيقول لي ما تسهرش، ركز في التمرين. كان نوع النصايح اللي اي اب بيقولها، بس هو كان بقى بيتكي عليا، يعني مثلا اللي هو ايه، بيشوفني مثلا بيسحب مني الموبايل قبل ما انام عشان اعرف انام. والله ده كان معاك، مركز معاك في كل حاجه. كان هو اللي بيصحيني الصبح فعلا. كان مامتي على طول بتعمل لي. انت ساكن بعيد عن النادي يا يوسف؟ نوعا ما. 10 دقايق ربع ساعه بالعربيه مثلا؟ ممكن نقول ساعه الا ربع. ساعه الا ربع. طب مين اللي كان بيجيبك التمرين وتروح؟ كنت بتروح لوحدك ولا كان حد من البيت بيوديك؟ هي مامتي كانت بتوديني في الاول. بعد كده انا بقى اللي بدات اروح لوحدي. تروح لوحدك وتيجي لوحدك. طيب قول لي يعني، خلينا طبعا الفقره قربت تخلص، بس انا بحب اسال كل لاعب قبل ما نطلع من الفاصل، طموحاتك ايه؟ نفسك تحقق ايه؟ والله انا يعني طموحاتي مالهاش سقف، طالما انا قادر العب باسكت. يعني ممكن نقول طموحاتي ان انا ممكن احترف بره ان شاء الله. ليه لا، تحترف وتلعب وتطور من نفسك وان شاء الله تعمل شغل كويس جدا. خلي بالك يعني وضع طبيعي جدا ان انت طموحاتك ما توقفش عند حد معين، ده اللعيب اللي عايز يبقى حاجه كويسه وان شاء الله تحققها ان شاء الله. سيف، طب طموحاتك قبل ما ننهي الفقره، ايه اللي نفسك تحققه سواء على المستوى زي يوسف كده، سواء على المستوى الرياضه او المستوى المهني او الدراسي، نفسك تحقق ايه؟ هو انا بالنسبه لي اي حاجه بدخل فيها ببقى عايز اكون احسن واحد فيها، بحط فيها اكتر مجهود اقدر احطه فيه، ايا كان دراسه، ايا كان او كانت رياضه، فبكون مركز على قد ما اقدر ان انا احسن من نفسي، اشوف ايه اللي ناقصني واشتغل عليه في الباسكت، يعني بشوف ايه اللي ناقصني مركز عليه في الدراسه. لسه مشوار طويل عندكم يا يوسف سيف، مشوار طويل لسه محتاجين شغل كبير مع الفرق الدرجه الاولى. بالظبط، لسه محتاجين شغل كتير. طب على مستوى الدراسه، محتاج تكمل دراستك وتخلص وتشتغل مع اللعب ولا عايز تتفرج اللعبه بس؟ انا نفسي طبعا العب مع الدراسه، يعني اشتغل والعب، بس دي حاجه. ليه لا، هتقدر ان شاء الله. يا رب يا رب. وانت يوسف نفس الكلام ان شاء الله. تقدر طبعا، شغل ولعب تبقى صعبه، مفيش مشكله. صح، برافو عليك. يعجبني فيكم ان انتوا يعني الحماس اللي انا شايفه في عينيكم اكيد ان شاء الله هتبقى ليكم حاجه. انت ليك اخوات يوسف؟ بيلعبوا باسكت برضو؟ ياسين بيلعب تحت 18. تحت 18 في الاهلي. هو كان مع حضرتك السنه اللي فاتت بعد الجمهوريه. والله صحيح، اخوك. ايوه صحيح. طيب انت ليك اخ بيلعب باسكت؟ عبد الرحمن اخويا كان بيلعب في الاهلي وراح الصيد. بيلعب الصيد. لا ان شاء الله، يعني بص ربنا يكرمكم، انتوا شباب زي الفل. انا عرفت ليه بنكسب الحقيقه، وجودكم معايا في الاستوديو النهارده يعني وراني قد ايه عندنا يعني نماذج في نادي الاهلي الحقيقه يعني صعب تلاقيها في اي مكان تاني. طيب سيف، انا بشكرك شكرا جزيلا، الوقت عدى يعني سريعا. سيف الدين وائل السعيد، بشكرك، نورتني وشرفتني. شكر لحضرتك جدا يا كابتن، وشرف ليا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، يعني فعلا مبسوط جدا. يوسف عبده، بشكرك، نورتني وشرفتني، وان شاء الله تحقق كل طموحاتك، والف مليون مبروك على البطوله. ان شاء الله، شكرا لحضرتك جدا، شرف ليا ان ابقى معاك. اعزائي المشاهدين، دي كانت فقرتنا الثانيه، هنطلع لفاصل وفقره ثالثه مع الشباب. زي ما حضراتكم شايفين، طموحات وامال كبيره عريضه، شباب 19 سنه 20 سنه عندهم امال وطموحات، اكيد طلعت من النادي الاهلي. هنكمل الفقره ولكن بعد الفاصل.